moi de vous donner des grands. J'invite donc tout le monde à. مرحبا بكم بمن لقد وافق قطاعنا وبكل سرور على احتضان هذه الدورة التكوينية حتى نتقاسم خبرتنا وتجربتنا في مكافحة حرائق الغابات مع أشقائنا وأصدقائنا من الحماية المدنية للدول العربية والإفريقية لنساهم جميعا في حماية الثروة الغابية في بلداننا ونحافظ بذلك على التوازن الإيكولوجي والبيئي. وفي هذا الإطار تولي الدولة الجزائرية أهمية بالغة لوقاية وحماية الغابات من الحرائق عن طريق وضع ترسانة من التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالوقاية ومواجهة الحرائق عند اندلاعها بتسخير جميع الوسائل البشرية والمادية لمكافحة هذه الحرائق.